ومن الأشياء الملفتة للنظر هذه الملاعق الخشبية. يعتبر أهل القرية أن هذه الملاعق أفضل من الملاعق المعدنية لأنها مفيدة ومريحة للأكل. قسم من هذه الذبائح يقدم كصدقة للفقراء والمحتاجين، والقسم الآخر يطهى ويحضر لضيوف المجلس. إخوتي أخواتي، كما ترون من عادات وتقاليد أهل قرية جيجيتلي تقديم الطعام للضيوف، والطعام كما ترونه هو عبارة عن لحوم الذبائح مطهوة مع الخبز والشوربة. وهذا الطعام يعتبر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم، ومن منا لا يحب اللحم. ونحن أيضا مدعوون على الطعام، والآن سوف نجلس معهم لتناول الطعام. أوغو يا زو مليك ملكا خفاچح كملها بني جردود محبت مقبولي يبئي من راك الدقيتون تريد يا حكيم حق بن خالدة حقيقي يبخيك من خارز داغورك كني جرقي ترى طبعتي دوخان مخلوق خيرك خزائنا زي خسرا هيك وبجدري شي رحمات الرسول صو طريق تها يسونوخ برسنها بكريم كوما لزداشون كرامة تلطق أو أولياء أزوم إرشاد أخي قوة تسيكي نهابي تربرتين أو سيدني جر أوارك الله منوي خزي ما توشن هابي هسو سنة كرام سادة تزداخن سعادت ناسي باب قوم كفراتي روحاني أو إنسو أو راد ازداشون الله شوي زهري ولا يتالدي يسو أدب تنون خوادي زمانكون كلال طوري زري مورد زبازو مقام الطوك هارون أحمد الواريس الله دوت ساتوني أمراز أزداسا دور حبيب وخرا وخليفة ياسي خلات بعمرك نجت أريتيزي رحمن دوي بقو تحية إكرام كدا قو حمد جن ريت شكر جنسانا سيد العالمين رسول ويتون تكهار رجل الأمة تزداسا أنبياء زخن خلق سلطان تقو يا زو مختار نيجر أوارك استبيت طلب صلاة قن سلام صيغات حن شيزة بنيجر رقاكان أمين الله الله أمين يا الله أمين الله الله أمين يا الله.